السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنقرأ كلمات يونت 8 الوحدة الثامنة من كتاب المعاصر ترم تاني 2024. Let's get started. يونت 8 وحدتنا الثامنة بعنوان The Amazing World Around Us. The Amazing World Around Us يعني العالم المذهل حولنا. هنبدأ من بيج 62 صفحة رقم 62 وفيها الفوكابيولاري المفردات للسنز 1 and 2 الدرس الأول والثاني. مزدحم crowded crowded crowded. تعداد السكان population population T-I-O-N to dissension population. وحدة قياس أو قياس measurement measurement. هنا ال S U R E هتنطق جر. measurement measurement measurement. مبنى building building building. نفق tunnel tunnel tunnel. دولة country country country. كوبري bridge bridge bridge. طريق صحراوي desert road desert road desert road. برج tower tower tower. غابة forest forest forest. famous places أماكن مشهورة. وطبعا في أسماء الأماكن أنا مش شرط أمسك ورقة وقلم وأقعد أحفظهم بالورقة والقلم، أنا بس أكون عارفهم كويس. معبد الأقصر Luxor temple Luxor temple. كوبري تحيا مصر تحيا مصر bridge تحيا مصر bridge. طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي كايرو Alexandria desert road كايرو Alexandria desert road. أبراج البيت برج الساعة في المملكة العربية السعودية أبراج البيت clock tower أبراج البيت clock tower. أهرامات الجيزة the pyramids of Giza the pyramids of Giza. هرم كاستيلو the pyramid of El Castello the pyramid of El Castello. مدينة برازيليا في البرازيل برازيليا برازيليا. الهرم الأحمر في دهشور The Red Pyramid The Red Pyramid. كوبري 6 أكتوبر The 6 October Bridge The 6 October Bridge. برج القاهرة The Cairo Tower The Cairo Tower. برج الحمراء في الكويت الحمراء Tower الحمراء Tower. مدينة بانكوك تايلاند بانكوك بانكوك. الإسكندرية The Library of Alexandria The Library of Alexandria. برج شنغهاي The Shanghai Tower The Shanghai Tower. نفق جوتهارد في سويسرا The Gotthard Tunnel The Gotthard Tunnel. بحيرة بيكل في روسيا Lake Baikal Lake Baikal. دولة سويسرا Switzerland Switzerland. جبل إيفرست Mount Everest Mount Everest. جبل كليمنجارو Mount Kilimanjaro Mount Kilimanjaro. كوبري قصر النيل قصر النيل بريدج قصر النيل بريدج. برج بيزا المائل The Leaning Tower of Pisa The Leaning Tower of Pisa. بيج 63 صفحة رقم 63 Earth Ground Ground. ضفاف النيل Nile Banks Nile Banks. يربط Link Link. دقيق أو محدد exact exact. يجري بحثا أو بحث research research. ملف حقائق fact file fact file. يخمن guess guess. يومي أو يوميا daily daily. عندنا بعض الرموز اللي ما بين الأقواس زي N دي اختصار كلمة noun يعني الكلمة دي اسم، وفي V ال V يعني الكلمة دي verb فعل، وما بين الأقواس كده بقى فيه دي أو إي دي أو أي إي دي دي الماضي يعني ده فعل منتظم. لينك يربط الماضي بتاعها ربطة linked تمام. طيب كمان عندنا ده اختصار adjective يعني الصفة okay. وال ADV اختصار adverb يعني حال. وسط center center
يصف describe describe اختبار قصير quiz quiz عاصمة capital capital بطريقة صحيحة correctly correctly سوق تجاري market market يقارن compare compare عبر أو خلال across across قوانين أو قواعد rules rules سياح tourists tourists المرور traffic traffic زوار visitors visitors هنا عندنا بعض definitions بعض التعريفات تعريف bridge كوبري الكوبري ده something used for شيء بيستخدم لي people and cars to cross بيستخدم لكي يعبر الناس والسيارات أروض طريق or river أو نهر city المدينة الكبيرة a large town مدينة كبيرة crowded مزدحم يعني where there are many people يعني المكان الموجود فيه ناس كتير depth يعني عمق معناها measuring water قياس الماء from the top من القمة to the bottom للقاع empty فارغ طبعا عندي هنا ال P silent empty كلمة empty فارغ معناها without any people بدون أي أشخاص or things أو أشياء in it فيها شيء فارغ ما فيهوش أشياء ولا أشخاص low منخفض يعني not far مش بعيد from the top من القمة to the bottom للقاع of something بتاع شيء modern يعني حديث relating to متصل بـ the present المضارع not old مش قديم حاجة خاصة بالوقت الحاضر مش زمان ده حاجة حديثة modern يعني طب narrow ضيق يعني not far from one side مش بعيد عن جانب of something جانب شيء to the other للشيء الآخر not wide يعني حاجة مش واسعة حاجة ما بين الجانب ده وجانب ده يعني حاجة ضيقة جدا تمام دي اسمها narrow ضيق مش واسعة noisy يعني صاخب معناها making a lot of noise بيقوم بعمل الكثير من الضوضاء not quite مش هادي pyramid يعني هرم والهرم ده a large building مبنى كبير that is square at the bottom القاع بتاعه بيبقى على شكل مربع with four triangular sides بأربع جوانب مثلثية forming a point بتكون نقطة at the top في القمة quiet هادئ يعني without making much noise من غير ما يعمل ضوضاء كتير not noisy مش مزعج a tower البرج a tall narrow building مبنى طويل وضيق wide واسع far from one side يعني حاجة بعيدة من جانب of something شيء to the other للجانب الآخر فيه يعني اتساع ما بين جانب وجانب not narrow مش ضيق further يعني أبعد at a bigger distance في المسافة البعيدة the comparative of four يعني كلمة أبعد يعني بعيد نقطة بعيدة عن نقطة تانية في مسافة كبيرة بينهم يعني طول طويل more than usual height يعني طويل يعني أعلى من الطول المعتاد not short مش قصير tunnel النفق something you can go شيء أنت ممكن تذهب through من خلاله to travel عشان تتجول أو تسافر under the sea تحت البحر or through a mountain أو خلال أو عبر جبل قلبنا صفحة بيج 64 صفحة رقم 64 عندنا هنا في synonyms and antonyms يعني مترادفات ومتضادات word الكلمة synonym المرادف و antonym أو opposite يعني المضاد أو العكس واسع wide wide بتساوي broad broad عكسهم ضيق narrow narrow مزدحم crowded crowded بتساوي busy busy عكسهم فارغ empty empty on the P silent empty حديث modern modern بتساوي new new عكسهم قديم old old أو ancient ancient السي اي هنا تدي شا ساوند صوت حرف الشين ancient عالي أو مرتفع high high G و H silent high بتساوي tall tall عكسهم منخفض low low أفضل better better بتساوي finer finer أو superior superior عكسهم أسوأ worse worse better أفضل عكسها أسوأ worse prefixes and suffixes مقاطع بادئة ونهاية عندنا البادئة حروف بتوضع في بداية الكلمة بتغير المعنى
والنهايه حروف بتوضع في نهايه الكلمه بتغير المعنى، زي مثلا crowded، تمام كده، اضيف لها اللاحقه اي دي تبقى crowded مزدحم. طيب هنا measure يقيس، اضيف لها اللاحقه ام اي ان تي تبقى قياس measurement. visit يزور، احط لها اللاحقه او ار تبقى visitor زائر. crowded crowded measurement measurement visitor visitor. هنا عندنا بعض ادوات الاستفهام، اما اقول كم العمق how deep how deep، كم الطول how long how long، كم العمر how old how old، كم الارتفاع how high how high or او how tall how tall، كم الثمن او الكميه how much how much، كم العدد how many how many، كم العرض how wide how wide. طب هنا ادوات الاستفهام اللي بتبدا ب what، ما العمق what depth what depth، تي والاتش هنا تنطق ساوند. بردك ما الطول what length what length، يبقى what depth what length. ما العمر what age what age، ما الارتفاع what height what height، الجي والاتش سايلنت what height. ما السعر او الكميه اقول what price، كم السعر او ما السعر يعني what price what price. طب كم الكمية اسمها what quantity what quantity، ما العدد what number what number، ما العرض what widths what widths. هنا ال T وال H بتدي الس sound widths. important expressions and propositions، تعبيرات وحروف جر هامة، يجعلها أكثر ضوضاء أو هدوء، make it noisier or quieter make it noisier or quieter. وسط القاهرة the center of Cairo the center of Cairo. بها ازدحام مروري أسوأ has worse traffic has worse traffic. أبعد أكثر further away further away. يعطي رقم دقيق give an exact number give an exact number. يؤدي اختبار قصير do a quiz do a quiz. تحت الأرض under the ground under the ground. يمر فوق النيل go over the Nile go over the Nile. يمر من تحت البحر go under the sea go under the sea. يسير في ذلك الطريق go down that road go down that road. أفضل لي better for better for. سهل لي easy for easy for. مزدحم بي crowded with crowded with. في بيج 72 صفحة رقم 72 عندنا مقارنة الصفات، سيء bad bad، أسوأ worse worse، بعيد far far، أبعد farther أو further farther أو further، جيد good good، أفضل better better، متأخر late late، في وقت لاحق أو أخير later letter، قليل الكمية little little، أقل من less less، كثير العدد many many، أكثر more more، كثير الكمية much much، أكثر more more. نروح لمفردات lessons 3 and 4 الدرس الثالث والرابع page 76 صفحة 76. كوبري معلق suspension bridge suspension bridge suspension bridge. ال S I O N هتنطق شن suspension suspension bridge كوبري. غروب الشمس sunset sunset. تزحلق على الجليد باستخدام حذاء التزحلق ice skating ice skating ice skating. تزحلق على الجليد باستخدام لوحة تزحلق skiing skiing skiing. منظر طبيعي أو رؤية view view view. رياضة تسلق الجبال mountain climbing mountain climbing. ال be silent mountain climbing. حشرة insect insect insect. إنجازات achievements achievements achievements. فخور proud proud
proud. أخيرا finally. 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 من المحتمل probably. 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 يحمي protect. 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 أرضية floor. 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 جزيرة الوراق في النيل نايلز وراق ايلاند. نايلز وراق ايلاند. طبعا كلمة جزيرة ايلاند الاس سايلنت. ايلاند. مادة الدراسات الاجتماعية social studies. social studies هنا سي اي هتدي الشا ساوند صوت حرف الشين. social studies. مشهور popular. 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 القطار السريع the express train. the express train. طبعا الحرف زي يعني قال لو جه بعديه حرف من الحروف المتحركه اللي هم الاي او الاي او الاي او الاو او اليو بتنطق زي ما يتنطقش زي. تمام. عايز اقول كتاب ذا بوك عادي، لكن اقول تفاحه اقول ايه ذا ابل. تمام. يتنطق زي ما يكون بعديه حرف متحرك او صوت متحرك. القطار السريع اسمه ذا اكسبريس ترين. ذا اكسبريس ترين. ماده دراسيه سكول سبجكت. سكول سبجكت. أماكن لقضاء أجازة holiday places. holiday places. عرض تلفزيوني TV show. TV show. سفريات أو رحلات travels. travels. الآن right now. right now. G وال H silent. right now. بطريقة مهذبة politely. politely. سعر أو ثمن price. price. مدينة دهب السياحية في جنوب سيناء دهب. دهب. نادي رياضي سبورتس كلاب. سبورتس كلاب. ذبابة الإتروسكان حيوان يشبه الفأر إتروسكان شرو. إتروسكان شرو. رأي opinion. opinion. عندنا في كلمات اللغة الإنجليزية لو الاسم أو الكلمة بتنتهي بـ أن ما بنطقش حرف الأو بيبقى زي silent كده. يعني مثلا أقول رأي opinion. شخص person. أسد لايون. okay. مش بتكع الأو يعني. فهنا رأي opinion. 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 الصفحة اللي قدامها 77 صفحة 77 عندنا definitions تعريفات. تعريف كلمة achievement. achievement يعني إنجاز، معناه a result to be proud of، نتيجة أنت فخور بيها، ده بيبقى إنجاز. dangerous خطير، يعني able to cause harm يعني قابل ان هو يسبب اذى. not safe حاجه مش امنه، تبقى دي في الحاله ديت ايه dangerous حاجه خطيره. safe يعني امن. not in a dangerous situation يعني مش في موقف خطير or position يعني او موقع خطير، دي تبقى حاجه امنه بقى، حاجه مش خطيره يعني امنه. sunset غروب الشمس the time when the sun هو الوقت اللي فيه الشمس disappears بتختفي from the sky من السماء at the end of the day في نهاية اليوم. suspension bridge كوبري معلق a long bridge كوبري طويل that has thick metal wires to hold it up وفي أسلاك معدنية ثقيلة كثيفة يعني سميكة بتمسكه إيه لأعلى بيبقى متعلق يعني. طيب هنا ugly يعني قبيح معناها not nice مش لطيف to look at ان انت تنظر ليه not beautiful مش جميل. synonyms and antonyms مترادفات ومتضادات word الكلمة synonym المرادف يعني معناها و او بتساوي في المعنى يعني و antonym او opposite يعني المضاد او العكس. خطير dangerous. dangerous بتساوي serious. serious عكسهم امن safe. safe يوافق agree. agree بتساوي accept. accept عكسهم يرفض disagree. disagree أو refuse. refuse شروق الشمس sunrise. sunrise بتساوي morning. morning عكسهم غروب الشمس sunset. sunset يحمي protect. protect بتساوي save. save عكسهم يعرض للخطر in danger. in danger prefixes and suffixes مقاطع بادئة ونهاية. عندنا كلمة agree يوافق لو أضفت لها البادئة D-I-S تبقى يرفض أو لا يوافق disagree بتدي عكس الكلمة. طيب danger خطر لو أضفت لها اللاحقة O-U-S تبقى dangerous خطير. achieve ينجز لو أضفت لها اللاحقة M-A-N-T تبقى إنجاز achievement. disagree disagree
dangerous dangerous achievement achievement. في بيج 78 صفحة رقم 78 في important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة. أفضل وقت لي the best time to the best time to. من المهم أن it's important to it's important to. أنت مخطئ you are wrong you are wrong W silent you are wrong. نفس الحجم مثل the same size as the same size as. وسيلة مواصلات means of transport means of transport. يعيش على live on live on. لا يتفق مع شخص disagree with disagree with. في رأيي in my opinion in my opinion. عرض في التلفزيون show on TV show on TV. غير متأكد من ذلك I am not sure about I am not sure about. طيب بالنسبة هنا لوسيلة مواصلات means of transport. هنا الـ OF تنطق of okay؟ لكن اللي تنطق of هي الـ O double F تمام؟ دي بتتنطق of لكن الـ O double F هي اللي تنطق of. دي of means of transport. في بيج 85 صفحة 85 عندنا مقارنة الصفات. سيء bad أسوأ من worse than. الأسوأ the worst. بعيد far أبعد من further than أو further than. الأبعد the farthest أو الأبعد the furthest. جيد good أفضل من better than. الأفضل the best. متأخر late لاحق أو تالي later than. الأحدث the latest. الأخير the last. قليل الكمية little أقل من less than. الأقل the least. كثير العدد many. كثير الكمية much. أكثر من more than. الأكثر the most. نروح للفوكابيولاري المفردات لـ lessons 5 and 6 الدرس الخامس والسادس page 90 صفحة رقم 90. غالي أو ذو قيمة valuable valuable valuable. مسابقة أو منافسة competition competition competition. T-I-O-N تدينا sunshine. مسابقة أو منافسة competition. عام public public يعني مثلا نقول مكتبة عامة public library okay. عام يعني متاح للجميع public. كتاب إرشادي guidebook guidebook guidebook. مجموعة collection collection collection. T-I-O-N بتدينا sunshine collection collection. عمود column column. الN هنا silent okay. عمود column column. يصمم أو تصميم design design. G silent design. نافورة fountain fountain fountain. اللغة الهيروغليفية hieroglyphics اللي هي لغة قدماء المصريين اسمها hieroglyphics hieroglyphics. ال P وال H بتدينا الفا ساوند صوت حرف ال F. hieroglyphics hieroglyphics. kings treasure treasure. S U R E بتدينا ساوند جر treasure treasure. طب يعرض أو معرض display display display. مدخل entrance entrance entrance. دراجة بخارية motorbike motorbike motorbike. قرن مئة عام century century century. هنا التي واليو هتدينا ساوند شه كده century لكن صوت حرف الشين century. تمثال statue statue. هنا تدي صوت شو كده okay. والاي دي اي ماجيك يعني مش بتتنطق في نهاية الكلام. طب تمثال اسمه statue statue statue. مربع الشكل square square square. مقال article article article. مساحة أو فراغ space space space. يرحب يرحب بحد يعني welcome welcome welcome. وسط المدينة city center city center city center. أشياء objects objects objects. ينقل أو ينتقل move move
move يخطط أو خطة plan 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 ده الماضي بتاعها يعني بقول planet الماضي بتاعها خطط غرفة زجاجية glass room glass room glass room famous places and monuments أماكن وأثار مشهورة المتحف المصري الكبير the grand Egyptian museum the grand Egyptian museum معبد الكرنك كارنك تيمبل كارنك تيمبل وادي الملوك the valley of the kings the valley of the kings حجر رشيد روزيتا ستون روزيتا ستون نكمل باقي الاماكن المشهوره في بيج 91 صفحه 91 وطبعا قلنا الاماكن المشهوره دي مش شرط امسك ورقه وقلم واقعد اسمعها يعني بس اعرفها يعني اوكي طيب معبد حابو هابو تيمبل هابو تيمبل الساحة الكبرى The Great Court The Great Court قاعة هايبوستايل هايبوستايل هول هايبوستايل هول تمثال رمسيس الثاني رمسيس The Second Statue رمسيس The Second Statue المتحف البريطاني The British Museum The British Museum حديقة الأزهر الأزهر بارك الأزهر بارك مقال نقدي على موقع إلكتروني website review website review حجري أو حجر stone stone حدائق عامة barks barks كاتب writer writer w silent writer يفضل prefer prefer مقهى كافي كافي بحيرة lake lake conjugation of irregular verbs تصريف افعال غير منتظمه present مضارع past ماضي past participle تصريف ثالث يكتب write wrote written طبعا الw هنا silent write wrote written يضع put 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 يقضي spend spent spent spend spent spent يختار choose choose chosen choose choose chosen definitions تعريفات تعريف column column يعني عمود a tall structure that holds up parts of a building عبارة عن بناء بيمسك المبنى من أعلى يعني بيرتفع مع المبنى اسمه إيه عمود column طب ال competition المسابقة أو المنافسة an event حدث often followed by a prize يعني غالبا بيبقى في نهايته في جايزة in which people حاسوا ناس try بتحاول to be the best ان هي تبقى الافضل at something في شيء دي مسابقة الناس كلها بتتنافس عشان تاخد الجايزة entrance المدخل the way into a building such as a door or gates يعني المدخل ده عبارة عن طريق في مبنى مثل البوابة الباب او البوابة okay door or gate الباب او البوابة ده اسمه مدخل ميوزيوم المتحف a building هو مبنى to keep للحفاظ على and display وعرض important objects الأشياء المهمة from the past من الماضي treasure الكنز عبارة عن a quantity of valuable metals jewels etc يعني عبارة عن كمية من المعادن القيمة أو المجوهرات إلى آخره synonyms and antonyms مترادفات ومتضادات word الكلمة synonym المرادف antonym أو opposite المضاد متشابه similar similar بتساوي alike alike عكسهم مختلف different different مشهور famous famous بتساوي well known well known اللي هي معروف الكي لو جي وراها ان مش بنطق الكي تبقى silent برضك معروف أو مشهور well known عكسها غير معروف unknown unknown قمة top top بتساوي summit summit عكسهم قاع يعني bottom bottom بعيد far far بتساوي distance أو remote distance أو remote قريب near near or close close يعني بعيد far عكسها قريب near أو close طيب قوي strong strong بتساوي powerful powerful عكسهم ضعيف weak weak في بيج 92 صفحة 92 عندنا prefixes and suffixes مقاطع بداية أو نهاية عندنا كلمة compete ينافس لو أضفت لها اللاحقة T-I-O-N تبقى competition مسابقة
collect يجمع، لو حطيت لها في نهايتها أضفت لها ION تبقى collection مجموعة. known يعني معروف، لو حطيت لها البادئة UN تبقى unknown غير معروف. مسابقة competition مجموعة collection غير معروف unknown. بيج 93 صفحة رقم 93 عندنا important expressions and propositions تعبيرات وحروف جر هامة. يزداد ازدحاما، get busier أثناء اليوم أو النهار، during the day ممكن تقول during أو during صح يعني فيش مشاكل. طيب ده American وده British. أثناء اليوم أو النهار during the day حجرة مساحتها 5000 متر مربع 5000 square meter room 5000 square meter room قادر على be able to وبي دي يعني ام او اذا وار يعني able to. يقضي اجازه رائعه have a wonderful holiday يعرض راي show opinion معروض on display من المتوقع أن it's expected to مساحة لي space for مجموعة من a collection of يسمح لي allow to جزء من part of لفترة أطول for longer في عطلة نهاية الأسبوع at the weekend في القرن الواحد والعشرين in the 21st century لأول مرة for the first time يشير إلى refer to مميز في special about هنا السي اي بتدي الشا ساوند صوت حرف الشين كده اوكي مميز في special about خلصنا سيشن النهارده انتظروني في قراءه كلمات باقي الوحدات ان شاء الله مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.